والدعم الحقيقي ديالنا. حنا الان ان شاء الله في اطار هذا الانواع من نسلط الاضواء على جميع الاجراءات والتحذوكات والمسائل التقنيه والاداريه لدار الفريق. الان غادي نكتفي ان شاء الله بالله وجه الى حضور السيد يوسف باير ناطق رسم الناقب الرئيس. غادي نبقاو ان شاء الله مع السيد غالي حيدر مدرب ديال الفريق والسيد يوسف ريانا المدير الرياضي. بسم الله وتوكل على الله. اخواتي بغيت نقول شي كلمه. بسم الله. السلام عليكم بعدا. غير نحب الاخوه الصحفيين. اول شيء احنا كنا طلبنا واحد الندوه الصحفيه قبل من بدايه الاستعدادات وبغينا يعني باش سالات الاستعدادات وحنا اللي طلبناها باش يعني باش يكون واحد التواصل وتكون المعلومات تكون صحيحه باش الاخوه كاملين يدوا واحد المعلومه من يعني مع المنصب. هذا هو اللي بغينا. علاش كنا هذا الدور الصحفي وشكرا. المهم اللي بغى ياخذ الكلمه بغى ياخذ الشيخ الله يجزيكم بخير. عطينا البنيه دابا باش يبدا. نتمنى نشوف ثلاثة واحد نتمنى يكون غير سؤال ويعاود عاوتاني بغا يكرر ما يكونش ثلاثة باش نقدر نركزو مع سؤال. يعاود سؤال مرة أخرى يعاوتاني يعطي سؤال ثاني باش ما يكونش عندنا فلوس باش حنا نركزو. وحنا كيما قلت لكم فهي مفتوحة حتى نسالو كاع تسكينة. مرحبا. خويا رضوان تحية ليك تحية السي يوسف مريانا. فهادشي يمكن جوج الأسئلة مشابهين نوعين مع آخر قوة صحفية اللي كانت هنا في القاعة. أنت بالحق أن رضوان غادي يحافظ على واحد 80% ولا 70% ديال التركيبة البشرية. ولكن في الحقيقة تغيير الآن يمكن التركيبة البشرية على الأقل حتى من 50%. 15 لاعب اللي مشاو. كاين 50% لا على قبل السؤال الثاني في مرور في إحدى البرامج الإذاعية وفي حديث بعد فارق نهضة السمامرة كنت شايف أن الغلط اللي داروا نهضة السمامرة هذا العام علاش ما بانوش مزيانين غيروا التركيبة البشرية ديالهم وقلت شايف الحظ فارق لا بغا يحقق نتائج خاصو يمشي نفس التركيبة البشرية 81% من اللي هو البروفينسيال. هذا الشيء ما شفناش مع الموقف. شنو هو الأسباب هو اللي خلوك تغير القناعات ديالك من واحد صغيرة؟ أول شيء حقيقة الكلام اللي قلتي صحيح. يمكن 50% كان 80% في السنة الماضية يمكن من الفرق القلائل اللي كيلعبوا 80% من أبناء الفريق. هذه كانت يعني وحضرنا لها وشفتوا بشكل رسمي في الإياب تقريبا وصلت 90%. بالنسبة للبداية قلت أنا غادي نحاول ما يمكن نحافظ على 60% يمكن نحافظ على 50% حتى التشكيلة الرسمية كيكون فيها 5 أو 6 لاعبين من السنة الماضية. أول شيء كاين تغييرات هو ندير الانتدابات لان خصنا نديرو ما يمكن يعني ماكسيموم نقدروا نتحركوا الانتدابات الشتويه نقدروا على السنه المقبله يكون واحد المبلغ كبير اللي ما نقدرش نديو ماشي حتى السنه ديال 60 مليون. كاين كذلك واحد الاشياء اللي توضحت لنا حضور المدير الرياضي وحضور الرئيس في طنجه كانوا مباريات وكانوا تدريب لبعض اللاعبين اللي ما توفقوش يعني ما كان الاداء ديالهم يعني لا تقني لا بدني ما سمحش لهم باش يسيروا. يمكن السنة الماضية كنا مسيطرين على الهواس كل شوط كنا هنا يعني كنا متخلفين بهدفين لصفر ما قدمناش الشوط يعني كنا كنهدفوا فيها أمل فتح يمكن كامل عارف تذكروا هو اللي ما سيطرناش فيه ما تبقى كان سيطرة. ملي ما تكون سيطرة ما كيكونش علو كتكون أنت مسيطر على واحد القسم ما كيكونش علو. دابا أنت لاعب على واحد البرنامج يعني من جا رئيس دابا نقولوا الصراحة لأن دابا كنا دايرين في عقد ديالنا 4 سنوات سنتين الحمد لله. السنة الماضية يعني كانت غير سنة هاد السنة تفرض علينا يعني رئيس جي عنده اوبجيكتيف يعني واخا كان رئيس لجنة مؤقتة ولكن من ترسم ولا تطالب يعني باش هاد السنة بالصعود يعني من كتطلب الصعود خصك بعض الأحيان لاعبين جاهزين لاعبين اللي عندهم تجربة لأن أنا ما صعدتش بالنسبة لي هو برنامج ديالو هو الصعود خصك تبع الرئيس لان الرئيس تطالب بالصعود كما طالب منصور الله تساعدو وعطى البرنامج ديالو ان هاد السنه يكون فيها الصعود. لذلك كان واحد التغييرات في انتدابات منها اولا فريق اللاعبين اللي عندهم تجربه اللاعبين اللي سبقوا لهم غادي يقولوا الاسماء ديالهم وسبقوا لهم شاركوا في القسم الوطني الاول حتى الى تمنعنا
من الانتدابات الى الشتويه الى السنه المقبله ان شاء الله الا توفقنا وسعدنا داك الشيء تبارك الله سبحانه وتعالى غادي يكون عندنا ما يكونش عندنا مشكل. ولكن انا قلت لك 50% ديال قرار الفريق المشكل الا تخلينا على شي لاعب تقني بدني تكتيكي وشويه اخلاقي في الاخير. السلام عليكم. باش تكون تختار التقنيه باش تختار الانتدابات وشو خصك تعرف واحد الحاجه حنا
قبل هذا الدواء باش نتكلموا سيدخل إخلاص كما ما نديروش شي حاجه ولا حنا الناس عقب هذه الحاجه اللي غتضر الفريق خصها ديرها ما يمكنش حنا جينا باش نساعدوا الفريق لا تقنيا هاد الناس مشكورين جاوا باش يساعدوا الفريق يعني لقاو فريق مخرب جينا باش نساعدوه وباش نرجعوا الفريق للطريق الصحيح يعني شي حاجه اللي غتضر الفريق والله اللي ما نديروها وما يمكنش نديروها يعني ضروري شي حاجه اللي غتكون اترجع يعني ترجع لنا في الفريق ماشي ضرر ماشي ضرر للفريق ولا ماشي عواقب وخيبه لينا حنا بالنسبة للقضية ديال تقديم اللاعبين فظن أن هذا الموسم هذا موسم استثنائي لأن الناس ديال المكتب عندهم الهمل واحد كانوا الآن هو تأهيل اللاعبين أنا نضرب صراحة لأن كان واحد الضغط في هذا الأسبوع هذا ونتمنى إن شاء الله أننا نتداركوا الموقف غادي نقدموا اللاعبين بواحد الطريقة اللي تليق بالفريق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيريس أنا كمدير تقني داخلي رياضي عفوا مدير رياضي بزاف ديال الدور ديال سيريس الدور اللي حاصل ديال سيريس داخل المجموعة. فمشكور الأخ صدر على هذا السؤال فالحمد لله فهاد البوست هذا سبحان يعني الحمد لله كنت نحسي شرط طبيعي وكان توفقنا الحمد لله في المهمة الجميلة. فأول حاجة أنا مسؤول على كل ما متعلق بالفريق المهم، أنا خصني الأرضية نوجد الأرضية للسيرفوار الحيدر باش تكون عنده واحد الخدمة في واحد الظروف مريحة، وكما قال السيرفوار فإحنا دائما نسق مع المدرب لأن السيرفوار تبقى هو المسؤول الأول على الجانب التقني، كنحاول أننا ما أمكن أننا كما تقول الكونسيير عندنا واحد وعندنا إحنا واحد الاستراتيجية في الفريق نفسي أنا نصر عليها. لان كما شفت هذا العام هذا كان عندي واحد التوعد تدخل في ما يخص التكوين لان حاولنا ما امكن اننا نجيبوا مقترن في المستوى لان كما تيقولوا اول حاجه الانسان انفستي في لو ماشي في لافراس كتير ولا شي حاجه ولا انفستي في لو وكل ما يتعلق بالفريق ان شاء الله غادي نحاول انني نصارع عليه لان كما قال السير دوار هذا فريقنا خصنا ان شاء الله ديروا واحد العمل باش يكون جبار واخا غادي ياخذ منا حنا واحد الوقت كبير ولكن اذا كانت حاجه اللي تصلح الفريق خصنا نديروها وخصنا نحاول ان الفريق يتنظم ويدوز البروفيسيوناليزم في الحقيقه ماشي في الهضره في الحقيقه خصنا الفريق يتنظم. شكرا. السلام عليكم. سبعه ونتيجه الدولي للإعلام سواء عندي أو الناس تفيد سيكون الكتاب كتابات ديال اللاعب اللي عندهم تجربة مباركة أو فرق واش اللاعب اللي تقول عليهم مؤخرا يعني شنو تقول عليهم بالنسبة للمنتخب المراكشي أو لا عن تجربات اللاعبين اللي جبتهم مؤخرا واش قادر تمشي بهم واحد المستوى تبيع مرة أولا اللاعبين فكما قلت لك تقريبا أغلبية ديالهم يمكن تختار واحد لاعب اللي يمكن ما نعرفش تغطيه ولا ما شاهدتوش يمكن تشاهد مدار التدريب فقط أما اللاعبين الآخرين فكلهم لعبوا تغطي من غير الكلام الموسيقي دابا اختبار أما تقريبا اللاعبين كاملين فهاد اللاعبين هادو لعبوا تغطي ولا شاهدتهم كما كتعرف أنا ما عنديش مال وكلاء كاين واحد بلاصه السنه هذا اللي كنت كنتهد الفريق اللاعبين الفريق السوالو واللاعبين كتا كنا بعنا واحد بلاصه اللاعبين يمكن تنبيعهم جبناهم شفتو غير من الهواش انا يمكن كل واحد كيفاش كيتعامل انا اصلا يعني دائما تشاهد مباريات الهواج يعني قصور ماني التالي هو ديما كنحضر الملاعب باش كنشوف اللاعبين لذلك فانا ما عنديش شي اتصال مباشر بالوكلاء انا عمري شي وقت اتصل بيا يمكن مرتين اتصل بيا على باش يخدم لي يعني ما كانش التليفون ولا شي واحد يخدم لي كان اتصل بيا السنه الماضيه على واحد الفريق ما فتشوش العلاقة بالظروف كيف ما كنقول وواحد الوكيل حط التوصيل ديالي فواحد الفريق اللي ما تختاريش انا واختار المدرب الجديد فقط يعني فانا يعني اللاعبين توافق عليهم لان واش داخلين الفلسفه ديالي فهمتي واش ما داخلينش كما قلت لك دابا الضغط زاد عليا لان هاد السنه كما قال تيوسف
يمكن تكرر البارح التدخل ديالو في راديو مارس ان قال ان لا مكتب لا الاداره التقنيه خاصها تسعى هذا العام. حقيقه لان حتى كل الجماهير اللي كتلقى معاهم دابا احنا راه كاين اللي كنحضروا في الشارع جميعا كتشوفوا شوفه كبيره وحقيقه راه عندنا فريق كبير مدينه كبيره فريق عريق اللي كيتعتبر الرابع من حيث عدد الالقاب والخامس من حيث عدد الجماهير بهذه البنيه التحتيه بهذه المدينه العالميه راه خصو يرجع للمكانه ديالو ويكونوا ان شاء الله ينجح وتكون في فرص سبحان الله تعالى. انا كما قلت لك عجبني عجبتني المدينه عجبني الجماهير حتى انا بغيت نستمر معها وفقني الله سبحانه وتعالى. ولماذا واحد السنه تيتحنا نفسو على شي مركز يهلك افريقيا ولا على شي لقب لماذا؟ الا كان شي ديال العمل لماذا؟ فهمتي الحمد لله انا ارتحيت والناس داروا فيا الثقه ونهار كتكون الثقه راه انت تشتغل كنقول لك تشتغل لان الثقه هي كلشي راه نهار 12 سنه خليت درت فهمتي درت واحد التضحيات كثيره مع فريق السوانه ما خليت ما درت واحد الوقت اللي نقصت الثقه صافي ما يعني انا كنت بغيت نسحب لان الثقه ما بقاتش. اهم شيء لا بالنسبه للمسؤول ولا بالنسبه للمدرب هي خاصها تكون واحد الثقه باش تكون ناجح كما قلت لك في المسؤوليه. حنا الحمد لله دابا بما شفنا منه من السنه الماضيه لا السنه كنحسنيه بعض الاحيان كتكون شي مواقع اللي كتهضر ديالي من هذيك السؤوليه وانا ما شفتهاش بعد انا والله ما شفتها لان شفتها حسنيه من الناس اللي بغيت يشتغلوا يمكن تشوف هاد الناس باش يدخلوا على هاد الحاجات اللي في البلاصه اللي تخرج باش برافو عليهم راه يمكن راه خصك مازال خصك تفكر دابا ما حنا من بدينا حنا واخا حنا الشق التقني كتسمع الجوانب اللي هناك اللي كدور بك الناس كتقلب غير باش تحل المشاكل باش يكون نهار كيخرج المشكل راه باص ليهم برافو يعني خصك تخلي لك حسن النيه لان دابا الناس الباب مفتوح اللي بغى يجي خير يخدم. بالنسبه لي انا كما قلت لك اللاعبين مقتنع بهم ولكن راه التجاره راه ما يمكنش تنجح راه كما التجاره كما قلت لك راه ما يمكنش راه باريس سان جيرمان وخصو موريرو ما داوش 10 ابطال يعني واحد الفتره كيتوفقوش الانتدابات بعض الاحيان ما غيتفش هاد 10 كلهم ما غينجحوش راه غنجحو حنا غير 7% ما نقول الحد الى 7 غنجحو في 10 ولا 6 راه غيكون عندنا انتدابات راه فروق كبرى راه جوي هاد الشيء راه ماشي كلشي كينجح ماشي كلشي كينجح كاين اللي كينجح كاين اللي ما كينجحش ولكن الحمد لله غادي نخدمو باخلاص نتمنوا توفقوا الله سبحانه وتعالى لان بعض الاحيان على واخا دير كل شيء تقدر دير تدريبات بمستوى تاكتيك بمستوى ولكن ما توفقش ولكن ان شاء الله بهذه التركيبه البشريه غادي نامنوا وغادي نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش ان شاء الله نحاول ننجحوا بين كلنا. لا 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 وكاين اللي يقدر على قسم الوطني الثاني ما يقدرش على قسم المدير الاول كذلك المدرب كذلك اللاعب كاين بعض اللاعب اللي يقدر على ناسيونال يعني ما يعني ما يقدرش يلعب اكثر من ناسيونال كاين لاعب يقدر فقط قسم الوطني حنا دابا مثلا عندنا المشروع كيما قلنا شحال هذه كاين لاعب اللي غيكون عندنا غيلعب معنا ناسيونال كاين لاعب اللي غيقدر يلعب قسم الوطني كاين دابا معنا اللي ما غيلعبش قسم الوطني الاول الا نجحنا وصعدنا ما يقدرش يلعب على قسم الوطني راه كل قسم عنده الخصوصيات ديالو كل ما قسم عنده الطقوس ديالو راه ما يمكنش لا كل لاعب خصهم يلعبوا القسم الوطني الاول وكل فريق خصهم يديروا القسم الوطني الاول وكل مدرب خصهم يديروا القسم الوطني ما يمكنش راه كاين مزايا تقنيه تقسيم كاين الموهبه راه كاين موهبه كاين مثلا مدرب اللي تيقال لها مثلا تيدير غير خدمه فهمتي وكاين مدربين علاش نجحوا وكتلقى ما عرفتش لاعب يكونوا بحال كارديولا وكلوب راه هذوك عندهم موهبه اكثر يعني كل واحد عنده موهبه راه ما بقاش فقط غير خدمه تدير خدمه بحال شركه راه خصو الخدمه ولا الموهبه كذلك اللاعب راه كتكون عنده تشكيل بدنيا الموهبه على عده الاشياء اللي كتسمح ليه واش غادي يكون قسم وطني نقول لك اللاعبين اللي مشاو راه الان بعد اكثر اللاعبين ما بقاوش فرق يعني ما بقاوش فرق حنا ماشي حنا بغيناهم يمشيو للفرق حنا كاع حنا بغينا نلعبوا الفرق وما بقاوش فرص فرق اخرى اللي في قسم وطني فما بالك اذا كان قسم اذا كان قسم وطني لاعب فرق اللي غادي يلعبوا معنا على يعني غيلعبوا معنا على الصعود حنا راه كما قلت لك راه ماشي مجانين حنا كمدير رياضي ولا كلجنه تقنيه غادي نفرطوا في لاعب
اللي غيعطينا الاضافه ويدنا الفرقه ما يمكنش حتى حنا عندنا تجربه ولعبنا كره وعندنا سوا مسيره راه حنا الان انا بغيت نحيد العاب والعاب ديال غيطير يتصل بيا رئيس كما دابا رؤساء فرق راه كيجيبوا المدرب ولكن ما كيخلوش يدير كلشي علاش كيقول لك مشي هذا المدرب خلي لنا حنا هاد اللعابه ولا هاد اللعابه مزيانين وغاش يفكرهم راه ما يمكنش هادشي راه ورا داك المدرب ما بقاش كتبوا ما يمكنش لاعب مدرب لعاب غيجيبوا مدربين كاملين ولا رئيس كيجيب مدرب ما يمكنش كما قلت لك حنا دابا بلا ما نقدروا الفرق الكبار كيلعبوا عصبات الاحبار ولكن الرئيس كيوقف على شغله علاش تيقول لك ولا مشي المدرب ما توفقش انا يخلي لي اللعابه ولا انا ما يسمحش لي باللعابه واللعابه يمشيو يتالقوا حنا ما كرهناهمش يتالقوا لكن هذا ما باقيش شي لعاب تالق شي فريق ولا حنا سمحنا شي لعاب يمشي باش كيتالق شي فريق ما يمكنش ما يمكنش حنا ما يمكنش انا غندير شي حاجه والناس كتفرج ولا هما كيديروا وانا غنتفرج ما يمكنش الناس راه ماشي أنا عندي تجربة الحمد لله وخبرة لا تسمح لي. لا مش تخرج. السلام عليكم. عندي سؤال واحد بخصوص مركز حراسة المرمى. الموسم الماضي كان الفرق الكوكب هو الفرق الوحيد اللي لعب ثلاثة تفاصيل سيرة الموسم. لم هذا العام هذا مشى بالتومي جينا بالتومي ذاك العام من بعد الكرداجي وتوخرنا بالجامي هذا العام كاين الجامي والكرداجي. وتم استقطاب الحارس أمير الحداوي اللي كلشي كيعرفو تقريبا سنوات هو فريق الرجاء البيضاء وما قدرش يكسب المكانة ديالو في نظرك سرغوان هذا المركز كتعرف الحساسية ديالو خصوصا في شكل التفاهم ما بين الحارس والمدافعين ارتبط اسم الكوكب مجموعة من محور راس المرمى اللي كيلعبو في القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني ولكن شفنا انتداب واحد اللي هو الحارس أمير الحداوي واش غير أمير الحداوي أنه من الخطأ تكون في المركز ولا أن ولا أن فرق الكوكب غير يعتمد على واحد من الحراس ديال الموسم الماضي شكرا. أولا كما قلتي فهنا السنة الماضية اعتمدنا على ثلاث حراس أولا كان الحارس الأول يمكن كان صار من تشومي وواحد الوقت كان بيفور جا خد فرصة في الدالي يعني قبل البلاء الحسن ثم صاب في اياب جبد الشمجاني لان اداء اياب فيه اول شيء كما قلت لك يمكن راني قلت والقسم عنده خصوصيه ديالو لا خصو تعرفوا الله يجازيكم بخير الانسان كان شويه عنده صحافه وعنده شويه خبره في الكره ما يقارنش قسم ما قسم قلت لك حنا كنا مكومينين من القسم الوطني الاول ما كانش كيما العيوب ولكن من درنا لي ماتش اميكو رغم ان درنا مع فريق كبر في القسم الوطني الاول وبعد القسم الوطني الثاني كاس المغرب اللي كنعتبر من المنافسين تما تيبان لك ان بعض الاحيان تيوصلوا لك انت تختار لنا الدفاع وتختار لنا حراسه المرمى ياك لان لعبتي مع المهاجمين في مستوى يعني القسم الوطني الاول لعبنا مع خمسه فرقين ومؤخرا البارح مع فريق من مصر اللي تو فريق حتى الصف الخامس بورسعيدي من وصلوا عندنا كان مشكل والمراكز حساسه ديال حراسه المرمى وديال قلب الدفاع خصكم تعرفوا لان الهجوم كان عندنا الحمد لله جبنا يعني مستوى لان كان عندنا نقص لان كيف قلت لك مع المباريات مع الاستعدادات كتلقى يعني كتلقى مشكل هذاك المشكل خصك ما تمشي حتى الوقت تدوز تقول علاش ما تهدفش مثلا دابا الحارس الرسمي راه هو الشجاني غيبقى لانه السنه الماضيه ولكن جبنا حارس ثاني اللي عنده تجربه راه جبناه من فريق الرجاء البيضاوي مثلا وخا ما كاينش كيلعب مشكل غير على سميتي بينو وبينك ولي انت شي دابا شي مدرب شي حارس جيب اي حارس دابا قول ليه في المغرب حبسو مع سميتي سميتي راه احسن من هذا التجربه تاع كيلعب برجلو عنده مالك كثير راه الرجاء ما قدرش تستغنى عليه قول شي واحد غيحبس مع سميتي ما راه كان الا كان بلاصو كان بلاصو ديال سميتي سميتي امتى تصاب نهار تصاب راه كيلعب بعض المباريات هذا ربح ديال الفريق اولا ما جاش الثمن بعيد يعني الثمن يعني داكشي كبير جدا ولكن حنا غنكسبوه اولا باقي صغير عنده 21 سنه ثم خدا تجربه ثم كاين تكوين لان لقينا يعني انا ما كاينش حارس لكن الثاني الثالث يعني كيتنافسوا دابا امير لا والرابع على امير جا باش يتنافس دابا على الثانيه وخصو يتنافس بعدا الا كان باش الجامي تا هو يكون دائما في المستوى لان الفلسفه ديالي خصك تعرفها اللي كان امن بها الحمد لله ونجحت بها لان انا مدرب اكزيجون متطلب ماشي المهم انا شغوف خصك تعرف كنحب هاد المهنه وعندي افكار اللي كنموت عليهم كنطبقهم ونجحت الحمد لله انا ما نجحت قبل ندير هاد الافكار يمكن انا مدرب هجومي وسوق هجومي كنحب الاستحواذ والضغط العالي
كنطلب خصني مميزات يعني حارس خصو عنده مميزات لا غير العباد قلب الدفاع وحسن عواد افكار كبيره ولكن عندي ما ندير انا نبلي الكره ونبلي بيتش يعني بزاف كنقدر واحد الوقت كيجيو افكار كبيره ولكن ما عندي ما ندير داك العام تبقوني وسقط واحد الوقت بقوني 50 60 نتمنى ان شاء الله نوصل 70 ديال الجوليه الحقيقه ماشي افكار سهله ماشي افكار سهله افكار صعيبه كنطلب لعابه اللي عندهم واحد النضج كبير ابناء الفريق الحمد لله يعني بعد ابناء الفريق اللي هما اعمده اللي يذكرهم منهم رجعوا الخمسه رجع لي فونتي لان السنه الماضيه دابا واخا هو شاب ولكن تالق وفي اخر السنه تالق حمزه رافيع هذا هو خا صغار ولكن ما شارك ضمن النضج كاين لاعبين دابا كعمر البريني وكاين عاوتاني العسل لاعبين في مستوى عالي جدا ولكن باقي ما وصلش النضج التكتيكي والكروي هذو غنتظرهم ان شاء الله ونخدموا معاهم باش يوصلوا بالنسبه لي انا رافيع حمزه وفونتي يلعبوا في اي فريق في المغرب اي فريق كذلك الشجاعي رغم اللي خصو حرفه هو خصو واحد التدريبات لانه حارس 23 سنه والحارس ما كياخذ حرفه كيوصل واحد 28 ما بعد يعني كاين كاين بعض الاشياء اللي كتطلب نضج. السلام عليكم محمد الادريسي سي رضوان مؤخرا يعني بعيد على الشق التقني وبعيد على الامور ديال الانتدابات انا معاك هذا واحد الطائره اللي تسقط مؤخرا فرق مراكش في جماعه الوديه وهي انسحاب المباريات ولا المباريات اللي كيكملوش ولا الصداع اللي كيكون في المباريات واش ما كتشوفش معايا بان هذا الامر بداو كيستغلوه حتى مازال وديا دابا كيستغلوه الخصوم يعني كاين اللي كيدون الصحه الرسميه ديالو بانه كيتفق كيفتخر بان الماتش ما كانش معاه في مراكش وبالتالي ما تشوفش هذا غير ولي عيد لا ضوء الحمر على الصف ديالو باش تحاول تخرج من ديك المنطقه ديال الضغط لان اي حاجه مشى غير جي بيزاري فرونسي اي ادفيرسير غير بيع على هذا الوتر هذا واش مراتش بان طاش مره غتزاد على هو الامر والصف ديالو باش تخرجوا من هذيك المنطقه ديال الضغط اللي غيزاد عليكم نص الميدان شكرا هذا راه صافي انت راه تصبر واحد التفسير خصو وقت طويل اول شيء هو فريق الوديه انا عارف غالبا تكون فيها فوضى علاش اولا اللاعبين ما تيكونوش ملتزمين لان تقول هذه غير مباراه وديه ثاني حاجه ما كيكونش تركيز ملي كتلقى فريق في القسم الثاني ولا هوات كيلعبنا في القسم اكثر منه كيكون يعني الحافز كيكون افضل تيكون موتيفي والاخر ما تيرضاش يعني كيكون كيقول لك هذا غير القسم الاول ولكن الاخر كيكون موتيفي كما عقليه كيقدر يحسن منه ولا كيرتصر عليه الاخر تتكون واحد رده فعل ثاني حاجه اولا حنا ديما هنايا كيكون التواصل الاجتماعي كثير في الفريق بعض الاحيان عندك غير واحد الواقع هو حاضر لها مع فريق لعبنا معاه راه ضربوا لابي وديك المدينه ما قالت والو على الفريق ديالها علاش؟ لان كنا متصل عليهم هو فريق الاسماء ديال الاول واحد والمدرب دخلوا ضربوا لابي ضربوا لابي وما تقالتش ما تقالتش هذه راه ضرب وسب وشتم كان حاضر الرئيس يعني بقى في الحال واتصل بالرئيس ديال ديك الفريق قال لي راه حشومه هذا الشيء يعني كنتوما حاضرين هنا ولا لوكي هنا عمرنا هضرنا مع شي اربيت قلنا لي يجي منا كيما كيديروا الفورم المشكله دابا انت كتلعب مع مراحل بيا المدربين كاع لي زابط جاو عاد شي بال بعدا واحد الاربيت كان جاي راه صفر كثر من كوكوتي راه صفر في العاب شي ثلاثه ضربه جزاء خمسه ثلاثه ضربه خمسه ثلاثه ضربنا ومن مديتنا ياك قلنا لي شي حاجه انتم كنتو حاضرين قلنا لي شي حاجه جوج ضربات جايه خياليه والله ما قلنا لي شي حاجه علاش ولا شي عنده قلنا لي الذي قلنا المورال حنا مزيان تشوفوا العلوم ديالنا حنا ماشي تلعبوا مع الفروق بعض الفروق كتلعب معاهم كتدخل هي كتلقى بعض الفرق لعب داك الجسم كتلقى بعض اللاعبين كيكونوا مقرب من المنطقه كتلقى يعني لاعبين من مراكش وتيكونوا بحال حاقدين وتيبقاو يلعبوا واحد اللعبه تيبقاو يضربوا الدراري وتيكونوا يعني بحال مشارجين هذا بلا حتى هو سبب ثم السبب الثاني كنقول لك حنا لعبنا والله لعبنا والحكام كانوا كيكونوا كيديروا في الخصم ما تخلوا ما كيديروا الخصم ورغم ذلك ما دخلناش الا في انا عمري خطا درتو باش من انا الصراحه درت خطا في مباراه ضد استاد مراكش علاش؟ لان في الشوط الاول حنا غادي بيتي في الرباط ودايرين دي بلاصمون بلوطي بالفندق تبنينا شي حكم يكون محايد لنا بان لعبنا مع فريق استاد مراكش اللي منافس وصبرت لعبنا فرقه وديك السنه كانت فرقه ممتازه ولعب سعود حتى الاخير وحده درنا واحد التيست لان اول مره غنلعب مع قسم الوطني الثاني تدار القرعه لان دائما ما كنبغيش نلعب مع الفرق اللي معايا في الدور تدار القرعه لذلك علاش اخترت بركري في الدوره 15 واختاريت استاد مراكش في الدوره 90 اولا درت مباراه على الاكستيريور مباراه في الملعب الكبير علاش؟ لانهم قرب لنا باش نشوفوا المستوى ديال القسم الوطني لان لعبت مع الفرق ديال القسم الوطني الاول والقسم الوطني كيما شفتي
يعني باش قبل ما رجع لهم خبر لي اسفي يمكن كنا افضل منهم ولا عادي شديك احنا حارس زراعة الحارس زراعة يعني شوف المباراة الاعدادية راه ماشي معيار بعض الاحيان ديما الفرقة اللي كتكون انت اكثر منك كتكون لاعبين عندهم موتيفي ما نهضر معاهم هما كيكونوا موتيفي والعكس راه لعبنا قنيطرة تقاتلوا داروا كل شيء